يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيك تاي وعين كجرني بلوغا فصل اللي حد في بداية السبق وقدره وترتيبه مرنوا أسبابها نفله كو انتقالاني مرنوا إليس حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرني بلوغا فصل اللي حد في بداية السبق وقدره وترتيبه وعلى الشيخ رحمه الله تعالى كان أستاذنا وحا أستاذك يقي معلنك يقي الشيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى وشيخي سي وشيخي سوغبدنا حق وحصو قادش صاحب الهداية علي بن أبي بكر بن عبد الجليل وشيخي سي صاحب الهداية أين من نلوي أين ترجمني السنة أخرى وصوت المعنين وانا شيخ وشيخي سوغوصة وعقادش ذا بلقي حي ديوانا شيخ وعانك بكون غذي تلميذ صاحب الهداية أي الله إلى هذا رحمه الله كان وحوها يوقف ميتشوتيين بداية السبق عشر كبيرة وقيسة إلى يوم الأربعاء مارنت أربعاء أيو كوتشو تشيري ودرس مركا الله بلابا يو وحو بلابي تشريون مارنت أربعاء أيو بلابي تشري وكان يروي في ذلك حديثا ولما وحو ورنشري يرد حديث ويستدل به حديث قاسان ودري شنجري ويقول وحول انجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي وحو يلي ما من شيء وحمجران بديع به لبلا يوم الأربعاء مارنت أربعاء إلا وقد تم حدود شرو شيء أربعاء لبلا وحوي مثل ما يسترما حديث كان سيدا يا إمدا وأوين حديث كهذا شاي تلمامين حديث أصل لماها قاركودنا وحا بيكو حكمين وضع ايكو حكمين حافظ قوين سخاوي با كتاب سأل المقاصد الحسن وحو كل إلا ما قيف له على أصل وح أصله ولا يحي حديث كاسم دول تاقين دي علماء وحوين هضي إلى هضان مركة وح أصله لي اسم دول تاقين وحو يحديث رماها وحو مركة هذا الكثير راعي لكن وحو الشيخ يقول برهان الإسلام في كتابه تعليم المتعلم وكتاب كأننا هذا الكن مركا ماشي نوبيا لا أيو صوقاتي مركو عند صوقاتي باسخا وحو سير راعي ويعارض حديث جابر مرفوعا وحا لكن كان كهر إمان أيا حديثك جابر ورين أيو طبراني بأن معجب لو ستكيس كو ورين أيا يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ما رينت أربعة ذو ومارن نحوسه جوكتا نحوس جوكتا وهي مارنتها أربعة حديث قال لم ديسو يعني ما صقنا ابن عباس ما يذن وحا لقوريي إنو يريد أنه لا أخذ فيه ولا عطاء ومارنا المركة وحنا الله بحي وحنا الله قادنين وحي صوماليد وأي تلمان دعا ما أي شيء تقول باكتنا وحي دقو شغان صوم ما درك هاد يقرأ له حديث ضعيف هيو وهم بيكون صلى هذا هيو كتب بدن أمريكا حديثه ضعيف ده هاي أي أمريكا لينو آخر جلسية درة ناسحين كأيو إن كتبوا يوم فر بدن بتميه الغافلين كأيو أي ميرها رب بدن ذي لينو آخر جلوا حسيد بترى ومضوا أي لك هذا قاعد ما رينت أربعة هذا بيش وجود ما يسا أي أنا لما جورا أو أربعة جويات بينو لا أدبينو باصي سنة أي هذا حديث موضوع على كوي ميو آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر
وموضوع سلكاس ووح نبي صلى الله عليه وسلم بير مرتين وح كرا معها أربعة وجود ما يصير مع بشا وحوي و ونحوس بك أشوكتا أيو كاسنا أرانا إياه مركا حديث جانيم وسياسة حديث جانيم مركا أسن ولا يهي مجرم لكن هو فوائد البهيها مرك وهذا لك السخاوش يا جاي كتاب علي القارن مركا رسالة ديسة المصنوع في معرفة الموضوع أيو أينا كنت عقبي يوحولي معناها وحا حدو يوم النحس المستمر على الكفار كي يهي دي مفهوم يسوح النقر يا إنه مالين وناكسن إنه النقر يا مركا ضدك أبرار طاهايا مركا ساوح يلي وحي عسكا ذنبو لا يهي أي ماذا إذا صاحب الهداية حديث قال أيو عسكا ذي وانو كدق مجرى وبلا وقدرسكا سيداس أيو مركا وقدق مجرى يعني أي مبضان أولي وقل يا أحناف دامان ساوح مجرى إلا إنك وين سوق عرو أنك ضدك أن وحكا صبرني إنه سوق عرني من دقدين أن كتاب مرك الله برابا يمارنت أربعة ما الله برابا يمارنت مارنت أربعة هذا الله برابا إن مارنت أحدا أي الله برابا يمارنت لبدا ما الموضوع حنا هين الله برابا يمارنت وليه مارنت أربعة ما الله برابا يمارنت ليف با أي مارنت أحدا الله برابا يمارنت قصدلاني با مرك يسون روح صان غليا وعند بعض الصالحين حديثنا مرك واب اللون اسميه ومرك والو تيريه لكن حديثان بس روى موضوعه وحي لغا شيغي بودي تي ولا اكسان لو كولاناي اربعه دا اشتكوتي مرغا سي الى هيو اشتكوتو عي تشاءم الناس بي دي دد كي با الى هيو با سيسن ايو دي مخان مالمي كره كي دوان هي اي الى هي مرغا اوغا اشتكوتيو دبيتنا الى هي وحسي انه مبتدي بشيء في الى طم يعني وحنا لا ما برابو الا ودا ميستما وحي كاي ان مرغا ودا دا اسكي شيغين وح مرغا كسغن ما واحد اللي لا ده هنا مشروا معلمه هنا واسكمد وحي مركا أربعة يا أحد يا اثنين يا إسلامان مشروا تي والما مركا والله بلابي وحي لا يقول ترى قال مركا سير ودماد أيوم بعد ما ري وحي أنا لو قلت ترى قال دماننا يعني ما دمان أيوه مركا أربعين وحي هي سام مشرتو ما من شيء بدي يوم الأربعاء إلا وقت تم وهكذا سداس أيو كان يفعلوا وها مرقى نسخا أردن يعني دعي هذا إنه نبديده ذا وهكذا كان يفعل أبو حنيفة أبو حنيفة أساس من شري أريد أسنى وحوية وخطأ واضحة يعني ثوابكنا وحوية وهكذا كان يفعل أبي رحمه الله تعالى صاحب يعني شيخا تعلم متعلم كريه أيار أبه أساس من شري مرقى أبي ذي أيوم بين ملاقولين وساقط هاي وحقوله يفهم وينه رسول أبي أبو حنيف وقتشي ذا يبرك سمي حنيفنا رعينه أبي حنيف ومرك صاب حضي منا حساس هكذا كان يفعل أبي لأنه وعي صوت المان هردعي مرك كتابك إنه مرك مشايخ ذي سوحققته وكم ذها أبيه لبم يراد الدرس كأنه كجرا مديكية عينة إنه أبيه وحققته وصاب اللي يدور الشيء يدور ولما جواهر مضيها أيام مرك هذا الكن مرقى السيدة نصر قادر أيام وهكذا كان يفعل أبي مرقى السيدة بيتنا السيدة نصر لقيه مرقى أبو حنيفين عن أيهين تاس إياته سين عيسى وكان يروي هذا الحديث حديث قال نوحو كورين جري أبايا عن أستاذي وحديث قال ما من شيء بدي يوم الأربعاء إلا وقت تم وحو كورين جري عن أستاذي أستاذي كيسي يا شيخ كيسي إساقوا إيمك وحو كورين أيام مرقى كوبات شيخ كيسي ساحب الهداية وعلى يا أبهينا يسقون أساس سمين جرو دروس أربعة أيوة يسقون بلا بجري وكان يروي هذا الحديث عن أستاذه يسنو حكول جري حديث جن شيخ غيسي الشيخ الإمام الأجل قوام الدين قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد شيخ أحمد بن عبد الرشيد بن حسين قوام الدين البخاري صاحب الخراسة أبيه أيوة مركز أها أن وانا نم إمامه فقيها ورير بخارة مريا كمدها مقالة أولين بخارة اللي إلى هذا إمام البخاري أي ماذا بدني كسو جهدان هذا أسباقستان مقالوا إنك أقوى أولين بيكمنت بخاري إمام مركا أي فقيها هل كأبوها ولماذا مركا قرن يقل حدنا وأوها رحمه الله تعالى أيوك ورنشري وحكروا شيخ الله يحيي وسمعته
وحن كم غري ممن أثق به مذا كوك الصورة هاي وحن كم غري أن الشيخ أبو يوسف الحمداني شيخ أن الشيخ يوسف الحمداني أبو يوسف الحمداني أيوه شيخ الليلة شيخ يوسف الحمداني شيخ نسخة أن حيوه أبو يوسف الحمداني أيه لا غرقودنا يعني أما الشيخ يوسف الحمداني وحوله لم يتبين لي من هو كوي هاي معذنن نكا وشيخي وقصوغاتي كوي هاي معذنن لكن قريها كلام معلقين تاهي قاروح هاي كوشيخي لأنه يهي يوسف بن أيوب الحمداني وأبو يعقوب نمركا كوي يدي سوأي تاهي ومرقى الشيخ زاهده متصوفها أيو مركز أها إن وانا نسبة دي سورة مركة حمدان أي مركة الله نسبين أي حمدان وحي لدي ومدينة أبوه في جبال بلاد فارس لكن هذا قبل حمدان لأنه مركة إيران كترسا أي مركة عاصمة دي أي تهي من خاص أي مركة قلت الماما يا حمدان ومركة حمدان لأنه قال نوح يكوت الماما يا يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن الخطيب الحمداني أبو القاسم ومحدث بوها وحبضا مغلي أو إنبضا رحليستي أو وحبضا لسكاني وحبضا مركة الدجيي أو نين مركة عمر دير وها يؤفر بغل إحدان يستدادي أيو دشيو نسخة دار من كثير أي مركة السيدة كوت الماما يساكاك لنا شام بغل شاني يصدنكي أيو دنتبالي marka hadiyo goraale qabiil loo nisbaynayna hamdani ba laydahda hadii marka balad loo nisbaynayna hadii balad hadii qabiil loo nisbaynayna hamdani ba laydahda hadii marka loo nisbaynayo balada hamdani ba laydahda oo saasay marka ku dabdin jiray suudi wa wakiila alfihiisa walil qabiilati nisbatu alhamdani وبلد أعجم بلا إسكان قبيلة هذه الله نسبين حمدان بالله رانيا وبلد هذه الله نسبين إلى أعجم هرت ذلك مركا دمعيال بلا إسكان حمدان بمركا الله رانيا في القدماء ذاك غالب وذا في الآخرين فهو أصل يحتذى قدماء أي مركا كاهرين إيه حمدان وكوب ذيهي كان قوليها الضنب أي كوب ذيهي أصل مركا لو دديو هي المتلي والمختلف أي مركا هذا الخان وكلها مركا شيخ عسي كان وحارحين الله يوقف ميتوجيه كل عمل عمل خصوم من أعمال الخير كم ذو قبر أيوه على يوم الأربعاء مارنت أربعاء أي مركا كوجين شري وهذا مركا كوجين ذا وكوجين يلا وامد سكان محي ربنا لأن يوم الأربعاء مارنت أربعاء يوم خلق فيه النور ومار النور خلا أبو ري تاسنا وعوت المام يا حديث يا أبو هريرة إمام مسلم وورينا يو يا أرانا يا خلق الله تربة يوم الصمت حديث يوحى قجل يا وخلق النور يوم الأربعاء نور كان وحى الله أبو ري ما ننت أربعة حديث يا إنكسو حديث يا مسلم سعيد عيسى كتشرو دنا حديث مركة على النقدي وعلم مديني بخاري بيهقي ابن تيمية ابن قيم ملا علي أي مركا إن بدنه العلم جاء حديث جاء اللي يوي وحنا إلى دين أبو هريرة النبي كم مغلى كعب الأحبار أي مركا كم مغلى حديث مركا النبي كسرا معها حديث جاء سو مركا تلمامية ما دام ده ما رنت نور كلا أبو ري ده علم جنا مركا ونور مركا ده نور كلا مركا إسم زيادة هو يوم نحسن مارن نحوصة وهي في حق الكفار قال هذا حقوق حق هذا ومارن مركان نحوصة أيوك يا فيكون مباركا مثل بركية بنقون للمؤمنين المؤمنين ترى مثل بركية أي مركان يكون نقون يا مركان فعل كاسني واحد دليله لا يهي مجر واحد علماء سمينا الله هنا حريصة أيوك مركان حديثها ضعيف قا عسكر يا أرين صوابا معها علماء ذن رنتي ده وحي لينا قش شيء نقص وقارا وحي صحنا وقادرنا وجود عيننا
وعين مركا يكون جفينا أيدنا وعذر دارنا وأنا كوي عرينا كنا عايمين وكنا دل عايمين. وأما قدر السبقي هذا قدرك عشر خلا لك يسين يوم في الابتداء بلوغا فقد كان أبي وحها أبهي هل كان أبو حنيفة أيوم مركا يرد عضي لكن فقد كان أبي ويب يحكي وحا من كشك عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن إمام بن إمام أبي بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال وعري قال مشايخنا وعيلا رحمه الله تعالى إلى هنا حديثه ينبغي وحا هبون أن يكون إنو النقضه قدر السبق عشر كقدر كيسو للمبتدي كالمبتدي قاها بلا برايا قدر ما يمكن ضبطه قدر الصورة قال دائره كقبطه بلعادته كعليد يصور عشده مرتين إلا بجر ويزيد وعكرنية كل يوم ماركسة كلمة بوكرنية حتى إنه وإن طال حضور إرداء سبقه وكثرة أبطه يمكن أي صورة قرصة ضبطه إنه كقبطه بلعادته كعليد مرتين إلا بجر كعليد ويزيد وكرية بالرفق سمرك تريد أي كتر والتدريج هي مربئ وأما إذا طال سبقه عشر قادون إرادة في الابتداء بلوغا أو احتاج أباها إلى لعادة كعلين عشر مرات طبان جارين وكعليو هو في الانتهاء أيضا حق الضمبئي ضمين ترى يكون كذلك ساس وكرأيو نقنيا لأنه يعتاد ذلك أو كعادة لغنيا ولا يترك تلك العادة كتجي مايو إلا بجهد كثير دي جود يدف رب الموين وقد قيل وحل إلى السبق حرف عشر هو حرف وتكرار كعلين تيرى عشدنا ألف وكم شير وحشيخ الله رحمه الله تعالى وأما قدر السبق عشر كإن دل الله كيسي سنيون في الابتداء بلوغة في بداية الطلب فقد كان أبي وحد عذي مرقى فقد كان أبو حنيفة وأنا خطأ مرقى أذوفه الحرى يعني قريه نساق ذا مرقى كدعى محير قاضيا لشيء يا ده أبو حنيفة قرب مكدم بي نقول لي يا أبو حنيفة كورين يا قرب مكدم بي إلا بقول يا كندن كيف أبو حنيفة دنتي سنتكو إمام الشافعي هذا الشيء أبو قريه خد كي يجرى أبو حنيفة دنتي نقول نبوي نوارك الدونا بل الأشدي يسرح اللي جاي تعي بركة تاس أيها قطسير إيسا إن أنا الشقيس كل حين مرقى فقد كان أبوها يحكي مذكى الشيخ عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن الإمام أبي بكر الزرنجري هرنا وين وصو مرني مقع الزرنجري وي يعني السيارة كلا أي مركة أوضب ديها لكن هو الزرنجري وحنا وي عمر الإمام بن بكر الزرنجري عمر بن بكر بن محمد بن علي بن فضل أبو الحفص الزرنجري عماد الدين أي الله إلى شمس الأئمة سيد أبيه لهما شمس الأئمة والله إلى هذا نسب كيسر إلى جابر بن عبد الله أيو قال وحنا لقوت الماما النعمان الثاني في وقته معنا أبو حنيفي اللواد إلا أبو حنيفة النعمان بن ثابت الله إلى هذا نعمان كل اللواد بها يحل قيسا أصحاب أبو حنيفة مدح النمذة وذي حق الدين دون إستقع أي يحل قيسا كل مات إلى السقاشا سنة أيو قال وحنا لنتي شم بقول سيدتني يا أفرتي أبو حنيفة مرخينا شقي يقول هاي سمارك أبو حنيفة رب قولي يقول تكيمو دينتي إسنوحو دينتي شم بقول يا أبري سيدتنكي مرخي هجرة دواحي حفظ الذهبي بابوح لي شيخ الحنفية ببخارة بخارة مرخي الشيخ الحنفية دي حل جيسة أيوها قاضبها علامة يا الزرنجري زرنجر رواتين وصوتي المغنين مرخي تولو تولوين مرخي بخارة نولك أنا مرخي أسباكستان لي لاحظو وده مركا مدينة العلم حل جا مركا قرنية اللي حادي آهيد علماء وين مركا يكسر بحال لمركا ده ما عالم مركا ده اللي بابي ويربو ميلو قصو مركا ده الدين ده بلغيك حي حل جا ده وحي هيد وحبال ورنجري ده مغالوين كعلمي وابسد حبال ورنجري مركا ده هلكا من دقاء ده مركا خراسان ورنجري ده نيسابور ايو بلخ ايو بخار ايو سمرقند ايو وحي هاي دي مغالوين كعلمي قلو دورانا ايه هاي الحلية ضعب
أبيه بقى يسجون يجروا أبو بكر بن محمد، بكر بن محمد بن علي بن فضل بن حسين بن أحمد بن إبراهيم العلام أبو الفضل الأنصاري وأبيه مركا أو يسجون مركا شمس الأئمة أبو الفضل أيلا إلى ضيو حلقة يعني نقول كافدي هذه مهاي مركا ما وراء النهر حق حمدي مركا أبو حنيفة يعني يسجى يا مركا وح مثلا مركا منا يسجى مثل يتصارها لو سوق هذا شيء سوونا مركا شنب والله بيتوانكي أيوم مركا دينتي مركا وحلي يا شيخ أساوح وكور انت يا بأنه قال يملي قال مشايخنا وحي إلى رحمه الله تعالى ينبغي وحها بون أوفي عن أي إلهدين أن يكون قدر السبقين وعشر كقدر كيس النقضو للمبتدي كمبتدي هذا بلابي قدر ما يمكن ضبطه قدر أي صورة قالوا تهيئن وقبتها أو كو قبر قبيلة عادة مركو كعليو مرتين إلا بشير دي مركا دي رئيسة تو أيوم باي صورة قال كو نقو رئيسة لبشير مركا دي يدخل كبك قبطو قدر مركو لبشير كعليو مركا ما تكون كقبطو حديثة وفربطو دي وحوية مركا كقبل ميسو يسيقا ينوشي يدورا ويزيد وكردين إياه كل يوم مالين كسا كلمة بوكرن معناها ده وحوغي بوكرن سريا حتى وإن طال هدو ديرادو أو وكثر أو بطو يمكن ضبطه وحا سورة قرين وكو قبت بلي عادتك وعليت مرتين لبات شير مركة ومركة ورين لبادا يعقدر يرو لبادا كو قبان كرو وكبر وضو أو سيدة عادة كدكتو مركة دنبه هدي ومركة بطو ديرادو لبات شير وكو قبان اياه وتاسي يمرك عادو خديقان اياه ويزيد ونكردين اياه بالرفق ستريد يمرك عدمرين وتدرج يتدرج يمرك تلاوة تلاوة يا شيئا فشيئا انهير ايو كردين مرقرة مرك اسوسي وذا دين ماي سي مرك برشيس يوكر قبشيسو ايو صورتك شوق فاما اذا دار السبق عشر مرك ديرد في الابتداء بلوغ مرك ديرد او احتاج المتعلم كي متعلم كامرك أصوبة هذا إلى إعادة السبق عشر كين وكعليو عشر مرات تمنجر فهو كي مرك متعلم كا في الانتهاء لما ينتهي دمرك غير قارنا أيضا مر لما تسيده وها بلا وقيمة يكون كذلك ساس وكل نغرى يوحو باهنية تمنجر يوحك السبدر إنه كعليو لأنه يعتاد ذلك وكعادة لقرية ولا يترك تلك العادة كتقي ما إلا بجاد كثير ده نب يا رفاض أيوم بوكيتك يا هدو يصير هذا سائس كيقول قيل وحا ليلة السبق حرف عشركو وحرف أدغى هذا ليسا وتقراركو على العلم دي صورة عشدنا ألف واكن معناها وحي كان دي عشر خاق روائن يرادا كو على العلم تأيرها عشد يدي بساقر شوير بضطا وأرهن لك مارمانا عشر إيه عدب والله يا رئيس تابي ولن شرين عشر هداد بانصتنا ديو كاقد من عد هداد مركا وين يستنا ديو كم مرقن مركا عشر إيه عدب سوالي والله يا رئيس تابي لن مركا السابق حرب وهو يتعلم قليلا وكرر ما تعلمته كثيرا إن يربرو كرع العلم وحي آد براتي انفر بضان وأنا لقى مارمان راعشة لينا أفقى ذلك المتعلمين ده أما يعني راعشة لينا هذا إيه دي بقول عين إيه دي بآخرس إيه مذكر وأرين مهمة وأرين كم مكان ما أنت طلبة ده أنت وطلبة ده كم مكان أنا يحيل لقى أنه ده ذلك أنه سوق قادني مركي درس كان لقى بحادو مركي واحد سور راعي شري ده قف قوقو فهن كبدا بقى سور راعي شري ومدي بسور مرين شري ولماذا آدابت واحد معيد بيكوت المام واكو سعلي معيد بالله إلى هذا ده تمر وقاس ودرع حدنا قف ولبين طلفا يستهل كيسة أيو السدي ومركا دي حل قدم وحو أخري أيو أيو مركا هو أخري يتري مركا سا أدر خيسا نين كلي أخري أيو مركا صلاة مسامع دين تيسو كان مركا لفرد أيو نين كلي أخري أيو ده تدد صلاة كيسو كان إلي جيسري أيو حتى مركو يسوك بلابي أخري أيو مركا إنو مدن وأخري أيو درسن وشهدين أيو وكلا أيو أخري أيو إمكانا دي رقم ذلك هو يو سكول لابا يانو دي بدنا مركا يمي درس كلاقا بحي سكول لابا يانو أما ميلان مساعد كي ميل كسي حلولين أيان
ama marka halka bariisii dhigbay odhanaya ama gaariga uu ku ridaya ama gurigi buu geeyay habeen dambo dabeetana imaraya uu soo saaraya waxaana lagu garan waayeen ninka marka ay qofka aan soo akhriin hareer intuu igaa buu halku maraya ya ila ma garanayo shee halkii uu maraya ma garanayo intuu isku laabay meel iska dhigay deetana weyn hareeraha uu geeyay uu halku maraya laakiin qofka de soo raacday uu garanayo halku marayo hata haduu xogay dhaafo de intuu socday uu garay xaashidii laga bilaabay isagoo cidna weydiin ayuu soo helaya marka halku maraya haduu hata bilowga ka yar habsaabo arrintaasina waa aaf aad yar xataa la isii jiro aafooyinka cilmiga iyo waxbarashadu ay leeyihiin aynu u arkayno 20 sano 30 sannadood dadun markaa culimo lagu sheegayo oo wax dhiganaya oo haddana aan kitaab aan qabanaynin oo aan waxba koranaynin aafooyinkaas ka mid ah waxa ka mid a inuu hadda uu ku soo taqmaya markuu waxoogay dhigtaa ma kitaab hala bilaaba markaa soo adra kaatay war maxaa ku dhacay kitaabkana sheekh bilbilaa kii baan utay kaa haddana marka mid kale la bilaaba buu ka tegaya weligii kitaab dhammaysan maayo hadduu dhammaysana weligiiba soo raacan maayo kitaabka haddaad raacatood casharkaa ku celceliso 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 maskaxdaadu ku sumayaa haddiise aanad dib u eegin bas intuu dhegtaa kaa galaabo kaa baxayaa in danimka uu ku sii jiruu labada dhegood dhexdooda maraya haddii aad ku celcelisana wuu degayaa haddii kalena intuu aga galaabo taa ka baxaya deetana weligii kitaab aanad arkin oo kale ayuu noqonayaa marka raacashada iyo ku celcelinta iyo joogtayntu arrin aad iyo laxaad muhiima weeye arrimii markaa cilmigan markaa lagu sugay ee markaa lagu soo guuriyey weeyaana aad iyo laxaada loogu dadaalo saa daraaddeed bay culimmadu asabuqu xarfunay yidhaahdeen maaha yacni kuma laha xaraf kula dhigo waa yarayso waa kinaaya can ilkhilla wa tikraaru alfun kun jeerna ku celi macnaha taxdiid maaha e qadariya inaad ku qaban karto casharkii waa inaad ku celisaa hana ka daalino haka waasanin wayanbagii wax aboon an yabtadiya inuu ku bilaabo bishayin wax yakuunu noqonaya aqraba ilaa fahmihi fahamkiisa mid u dhow wa kaana shaykhu limaam alustaad sharafdiin alcaqiili raximahu llahu yaquulu wuxuu ihi asawaabu cindii shayga sawaabigii waxa way agtaya fii hadaaka maa facalahu mashaayikhuna raximahu llah waxay sameeyeen fainama yow kaanuu yakhtaaruuna waxay u doori jireen nin mubtadiika bilowga ah sigaar almabsuudaati kutuba mabsuudaadka ee la fidyakooda yaryar laannahu aqrabu ila alfahmi waaldab kaas ayaa markaa fahankiiyo qabashada u dhow waa abacadu uga fog min almalaalati wahsiyo wa aktharu u badan wuquucan bayna annaas xagga dhicidda markaa dadka dhexoo dhacana isaga ayaa ugu badan waxaa kaluu leeyahay sheekhu wayanbagii waxaa boon an yabtadi inuu ku bilaabin bishay-in wax culuumta ka mid oo yakuuna aqraba ilaa fahmihi u dhow fahankiisa oo ay u sahlan tahay markaa barashadiisu tacabiya mashaqo iyadoonay markaa ka soo gaadhin wa kaana sheekhu limaam alustaad sharafuddiin alcaqiili sheekhaasi markaas waxa uu ahaa raximahu llahu allah u naxariisee cumar binu muxamed binu muxamed binu axmed binu sharafuddiin abulxabs alcaqiili alansaari magaalada markaa madiinatu lcilmiga ahayd ee bukhaari mudarisiindeedii ayuu ka mid ahaa madhabka imaamu abu xaniifa ku dhigi jiray oo nin markaa fadli iyo zuhdi iyo wanaag lagu sifeeyey ayuu markaas ahaa alxafdu dahabi ayaa wuxuu leeyahay alcalaama sharafuddiin kaana min kibaari alxanafiyati bibukhaari wa culamaa'ihaa ayuu ahaa 596 ayuu bukhaare magaalada ayuu ku dhintay yaquulu wuxuu odhan jiray asawaabu sida sawaabka ahee toosani waxa weeye cindii aniga agtayda sida toosani waxa weeye fii haadaa yacni cayimidaas casharka la bilaabaya marka u horeysa waxay la fiican maa facalahu mashaayikhuna mashaayikhdayadii waxay sameeyeen fainama yow kaanuu an yakhtaaruuna kuwa u dooray ahaayeen lilmubtadii ka bilowga sigaar almabsuudaati kutuba mabsuudaadka ee la fidiyey kuwoodaya ama sigaar almabsuudi ka la fidiyey kuwiisa yaryar ayay u doori jireen kutubta yaryar ayay markaa u doori jireen kuwooda yaryar ama yacni kutubad yaroo markaa laga soo jaray oo dee laga soo khulaaseeyey kutubta mabsuudaadka ahee dhaadheer laannahu aqrabu ila alfahm taas ayaa markaa fahankii u dhow inuu qof yuhay mutawalaadka inuu dhex galo kuwaa yaryar ba uga saaran wa dabdi ila alfahmi u dhow xagga ba dabdi qabashada
وابعد وقوب من المرالتي يعني دالذي المرأة كده لو مسايش أي كبطان وأكثر وقوعا مسايش يسوي أي جايو حاجة دعدة دتك دحو غير عام يعني النجا دسي نسوق يعني فني والبه واحد لقى بلابش ري كتب تيار ير هل كاد فقية سفينة هل لقى بلابش ريو أبو شجاع لقوا مختصر وصغير كان لقوا حكسين جريو أبو شجاع لقوا حكسين جريو قاسم جاء حدنا لقوا حكسين جريو بافضل لها لقوا حكسين جريو زبد كو عمدها ساسا مركا من هاجك لقوا قاري جريو حقا قال هذه أجرمية لقوا بلاب جريو عمرية دي قال لقوا حكسين جريو ملعة العرب كو سداسا مركا حديث الأربعين كان لقوا بلاب جريو وحلقوا ابن أبي شمرها لقوا حكسين جريو يعني ساسا بلوغ المرام كو ساسا لوذ جريو قفقوا مركا دي وكوكب عجرو وكوكور جريو لكن هذو يلاهذون مركو الرئيسة الفيان كبر أبايا أما بو يلاهذون مركانوان حقنا إنك جسوا ورقة يايو الفيان كبر أبايا هي ومنهج كان كبر أبايا ويلاهذون وح اللي ياليه وح ماشى وكرنيا مشي الوقت جيسة أيوم بولمينا يا وح اللي ياليه وح جسوا حاصرة يا أو جسوا بح يوم ملاهنا مشي ماذا هبك هالسنة هذا ذي مكقولاً دير غير على السعودة مركع علمان مركع هي الكبار كي علمان دير شامعات كودن أيق اللي بدو الفقه يا إحنا محنا برضا يسوي كله الرئي يعني يسوي الله برا أيه يبرك هذا مالكية وساس اللي قوي إحنا بدو ساس اللي قوي قلوا اللي بوحى الله ضحى دير كتب يرير يشرن شرعي مطلع نيجي سير هذا مركع شرن شرعي هذا كبرنا قدير بوك صوقة أيام لأنه ذي بري وحوي العين إسكهيسي أيوم بعد إحكى برارو مرخصو داري إنه أجرم يلف يكوها تحمو حقنا مرخص سفينة هي مركاو كغوضة تحمو مركا منهج وعسر مرقو نوضة قبو مرخصو لتفسير بان بلعبا يايو وذا يالي رويس كمساكينو دول ساري تشري مركا إندها مركا ساو دول ساري تشري مو لتفسير بان واخرية سبحان الله أول ما تيجي تبلو واخرية ورسك ده برجو قرانك يعني يسان دو واخرية يسان قران ما يحونا فاهم سيدا لقاح عليه واني كيلي مركا حالهم بو مغري مركا مركا يعني واحد لو حجز سكرية مشروع مركا شرنا شردا إن هلا راعوا وهلا جودة دالو ساسا مركا علمي جا واحد استني وقت ديرنا هلا جود ترجل يعني ده وحاجير من مركا الشيخ نقطه يعني مركا لو جود ترجلين دك دكان وحكينا دك دش مركا الشيخ نم مركا لدد استنيو والله وعلم كاين لو جود فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن
ترى ثوب الإساءة قد لبستا. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا.